يا ست ام خالد، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسلم خاطرك، الله يخليك. لو سمحت كنت عايزه اخد رايك في استشاره كده. اتفضلي. احنا 3 اخوات، طيب اتنين فينا 2 ارامل، ماشي واختي الثالثه متجوزه، ماشي فاختي الثالثه اخذت طلاق سوري عشان تدخل معانا في المعاش بتاع والدي، ماشي انا واختي الثانيه اللي احنا ارامل، طيب فهل ده يجوز؟ طيب انت بتساليني يجوز على ايه بالظبط؟ ان انا واختي بناخد معاش والدي طيب والمعاش بتاعنا قليل، طيب فهي عملت طلاق سوري هي وجوزها عشان تدخل معانا في المعاش، طيب فهو كده حاضر، احنا لينا حق ان احنا نقول لها ولا لا؟ ليكوا حق تقولوا لها ايه؟ ان المعاش ده يعني لينا احنا عشان احنا ارامل، لكن انت جوزك موجود طيب والمعاش هيقل مننا. يعني هو ما ينفعش تتصل بحد غيري في السؤال ده؟ ها؟ انا عايزه يعني اشور حضرتك، انا باثق في كلامك وعايزه اشور حضرتك. يعني بلاش تثق في كلامي وشوري حد غيري يا ام خالد، الله يصلح حالي وحالك. معلش يا ريت لو تفيدني بس يا شيخ، عشان انا طيب برضو اختي ومش عايزه اخسرها، بس عايزه اعرف يعني حقي اتكلم ولا مش حقي. طيب 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 ربنا يبارك فيكي ويعوضك خير. انا بس بقول لكل الناس قبل ما تسمع الكلمتين دول من بوقي، اقسم بالله العلي العظيم انا لا اخشى في الله لومة لائم. والسؤال جاي قدام حضراتكم، انا لا اداهن في دين الله احد ولا اجامل في دين الله احد. كل من اقدم على مثل هذه الفعلة فالطلاق واقع وملزم. ركز معايا علشان السؤال ده ليه كذا جانب. ربنا في شرعه ما عندوش حاجة اسمها سوري، ما عندوش حاجة اسمه بهزر، ما عندوش حاجة اسمها أنا باخد معاش. خلاص كده يبقى الطلاق واقع وملزم. يعني أختي كأم خالد لو دي الطلقة الأولى يبقى طلقة أولى، ولو الطلقة التانية تبقى التانية، ولو التالتة تبقى حرمت على زوجها. خلاص كده ده أول بند. البند التاني، ما تأخذه أختك من الدولة احتيالا وكذبا وزورا هو مال حرام، بغض النظر عنكما، بغض النظر عنك انت واختك، هو مال حرام. هي تأكل حراما وتطعم زوجها حراما وتطعم أولادها حراما وسحت، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. بقول الكلام ده لحرصي على الناس. نعم أعلم أن الغلاء يأكل القوي والضعيف، وأعلم أن ظروف المعايش صعبة قد تلجئ الناس إلى بعض الاحتيال، لكن لا يكون الاحتيال في شرع الله ولا في المال الحرام. خدوا بالكم دي سلسلة، دي سلسلة. يعني ايه سلسلة؟ يعني الدكتور بيخلي كشفه ب 500 جنيه، ويتفق مع شركة التحاليل او مع معمل التحاليل ومع معمل الاشعة، يروح يلاقي هو المدرس خلى الدرس عنده ب 400 جنيه، المدرس يروح يلاقي ان الدادة بتاعت ابنه بقت مخلية الاجرة 300 جنيه. خدوا بالكم يا جماعة، المال الحلال حتى وإن قل ففيه بركة، فهي تأكل حراما، تأكل مالا لا حق لها فيه، يوم القيامة تأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألها كل من كان له حق في هذا المال من قريب أو بعيد، من أعضاء هذه الدولة ومن أفراد هذه الدولة، يختصمونها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لما أكلت حقنا ولما أكلت أموالنا ولما احتلت بين يدي القانون. لا علاقة لي بأمر القانون، إنما أنا أتحدث بأمر الشرع. فيا ليت كل من يقدم على هذا الأمر يراجع نفسه جيدا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا سعد قال له ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.